الحق وأهل الحق لا ينتصرون دائما، وإنما يجري عليهم ما يجري من الابتلاء والامتحان. جرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق، جرى عليه من الشدائد ومن المضايقات ما سجله القرآن وسجله التاريخ السيرة النبوية، ذلك ليعتبر أولو الألباب، وأن الحق وإن جرى عليه ما جرى من الابتلاء والامتحان فإنه لا بد أن يظهر وينتصر، لا ينتصر في أول مرة، وإنما قد يجري على المؤمنين ما يجري، ولكنهم يصبرون وينتظرون الفرج، ويزيدهم ذلك قوة وصلابة في دينهم، ثم يأتي نصر الله سبحانه وتعالى. الغزوات التي غزاها الرسول صلى الله عليه وسلم مع المشركين فيها مداولات، تارة كذا وتارة كذا، تارة يكون الأمر على المسلمين وتارة يكون الأمر على المشركين، ولكن في النهاية ينتصر الحق. فما جرى على الرسول صلى الله عليه وسلم في الغزوات وعلى أصحابه شيء معلوم، يعتبر في التاريخ أنه من آيات الله سبحانه وتعالى. هم أفضل الخلق، أفضل الأمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، يجري عليهم ما يجري، حتى يقول ضعفاء الإيمان بل قالوه يوم الخندق، قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لكن المؤمنون لما رأوا الأحزاب الذين تجمعوا من كل قبيلة حاصروا المدينة ماذا قالوا؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ماذا كانت النتيجة؟ أرسل الله على الأحزاب ريحا كفأت قدورهم وقلعت خيامهم وحصدتهم، وألقى الله الرعب في قلوبهم. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، يعني من الملائكة، فولوا مدبرين ونصر الله المسلمين وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وثباتا على دينهم. لكن النصر ما يحصل في أول مرة وفي كل مرة، يجري على المؤمنين ما يجري، ويتخذ الله من المؤمنين شهداء يقتلون في سبيله، ولئلا يغتر المسلمون بالنصر دائما مداولات تلك الأيام، يعني الحروب، الأيام يعني الحروب، تلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. فالله له حكمة فيما يجري، حتى ولو أصاب المسلمين ما أصابهم فإن في ذلك الخير والبركة والحكمة العظيمة، وما يجري للكفار يكون غرورا لهم ويكون أيضا عقوبة لهم. فرق بين ما يجري على المؤمنين وما يجري على الكفار. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، يعني ما هو السبب؟ قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير.